وهذا الأمر أيها الإخوة يحتاج إلى أن يدرب الإنسان نفسه عليه، بأنك إذا أردت أن تضع رأسك على وسادتك عند النوم استحضر، هل أنت متصادم متقاطع مع أحد؟ فسيكون من الجميل ترسل رسالة جوال، تدعو له في ظهر الغيب، تبلغه السلام بالهاتف، عندما تلقاه تصافحه. وأنتم أيها الإخوة لا يخفى عليكم فضل هذه الأمور، المصافحة والبشاشة في وجه أخيك، ملاطفته ومسامحته وغير ذلك. وأنتم تعلمون من فضل الله علينا أن المسلم إذا التقى المسلم فتصافح ما الأجر؟ نعم، تحاتت ذنوبهما كما يتحات ورق الشجر، رحمكم الله. وقد بلغ من شؤم التصارم والتباعد أيها الإخوة أنه إذا وقع فيه الإنسان فإنه لا يرفع عمله إلى الله جل وعلا أسبوعيا. متى ترفع الأعمال؟ كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مؤمن، يغفر لكل أحد لا يشرك بالله، إلا لمن؟ للمتصارمين المتقاطعين من رحم أو صداقة أو غيره، فيقال أنظرا هذين حتى يصطلح. شوفوا يا إخوان كيف يفوت ثواب عظيم. ثم أيضا هناك عفو آخر سنوي، وهو كما جاء في الحديث الذي ربما يضعفه بعض العلماء لكن يحسنه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله، وهو أنه في ليلة 15 من شعبان يغفر الله لكل أهل الأرض إلا لمشرك أو مصارم أو مشاحن. فانظروا يا إخوة كيف يفوت الإنسان بسبب هذه الضغائن النفسية والأمراض القلبية التي تجعل الإنسان يقاطع الآخرين. ولهذا أيها الإخوة الإنسان ينبغي كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، كما في الرواية الأخرى أو وجه طليق، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وتأملوا أيها الإخوة في هذه الواقعة التي صارت للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. دخل عليه رجل وهو في مرضه وسلم عليه: كيف أنت يا إمام؟ أسأل الله أن يقوي ضعفك، أسأل الله أن يقوي ضعفك. قال له الإمام الشافعي: يا هذا، لو قوي ضعفي أموت، يعني ضعفي بدل ما هو قليل ومرضي قليل وصير قوي أموت. فقال الرجل: والله يا إمام ما قصدت إلا الخير، أنا أقصد أنك تقوى وتطيب وتسلم وتتشافى. فقال له الإمام الشافعي، كان يداعبه، قال: والله لو دعوت علي بالموت ما ظننت بك إلا خيرا. انظروا أيها الإخوة الفرق، يعني بعض الناس يعني على هذا الخلق العظيم، وهو أن تحمل الكلام على محمله الطيب. يعني فتش في الكلمة التي تقلقك، ابحث عن أجمل وأسنى وأفضل أوجهها فاحمله عليها. بعض الناس ربما يعني فيه صفة أنه يبحث عما وراء الكلمة، ماذا قصد، ماذا أراد، حينما قمت هو قال كذا أو فعل كذا، ماذا يقصد؟ هذه ماذا يقصد لا تبحث، احمل الناس على ظاهرهم على الخير، واجعل قلبك على الخير على ظاهر الناس تتعامل معهم. وهذا أيها الإخوة يفيد فوائد عظيمة، منها أولا هذه المنقبة والمنزلة الكبرى، وهي أن الإنسان يدخل الجنة. ثم أيضا الإنسان يرتاح، الإنسان الذي تجد معه قطيعة مع هذا ومصارم لهذا وعنده مشكلة مع هذا، تجد أنه سبحان الله يعيش في قلق، لكن أنا لا يهمني، يتكلم وسامحهم الله، عفى الله عني وعنهم. ولذلك جاء في يعني بعض الآثار أن أحد الصحابة قال: يا رسول الله إني ما عندي شيء أتصدق به، لكني أشهدك أن عرضي صدقة على المسلمين، يعني أي أحد يقع فيني أنا مسامح له. ولذلك الله سبحانه وتعالى حث على العفو والتسامح، وقال: وليعفوا وليصفحوا
ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ نزلت في من؟ في أبي بكر رضي الله عنه، لما وقع من مصطح رضي الله عنه بعض الكلام في حادثة الإفك، وكان رجلا فقيرا، فكان أبو بكر ينفق عليه ويعطيه، فحلف ألا يعطيه بعدما قال في بنته ما قال. ثم نزلت هذه الآية فقال أبو بكر، قال الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر بلى والله، فأعاد النفقة على مصطح رضي الله عنهم جميعا. خلاصة القول أيها الإخوة، أننا في مجلسنا هذا، وكما قال الله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، ما هي القائمة السوداء عندك، البلاك ليست التي فيها أناس بينك وبينهم شحناء واضطراب في العلاقة؟ من اللحظة هذه أخرج الجوال، أرسل رسالة، أسأل الله أن يغفر لي ولك، أن تدعو له بالخير. اقطع هذا أو نقول بصفة أدق، صل من قطع، كما قال الله تعالى مادحا المؤمنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وبهذا ترتاح وتنال الأجر والثواب، وتكون الروابط بين أهل الإسلام قوية، وبين الأرحام كذلك متينة، وبهذا ينال الإنسان فضلا عظيما وثوابا جزيلا وطمأنينة وراحة نفسية ليس لها مثيل. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لكل من أخطأنا عليه. اللهم اغفر لكل من أخطأنا عليه وتجاوز عنا وعنهم. اللهم اجمعنا وإياهم ووالدينا والمسلمين على منابر من نور يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد.